كده قابلتك مو صح. على عيني صح. كل شيء ماكو، ما حد مستشفيات تروح ما بيها دواء، تطلع اي مستشفى الدواء مال سكر مال ضغط مال قلب ماكو، تروح تشتري من الصيدلية علبة دواء السكر ب 28,000، علبة شريط الدواء مال ضغط مال ضغط رقم 10 ب 15,000. وين تروح لما تيجي السكر والقلب والضغط؟ ماكو أدوية. ليش؟ زمان بالسبعين كانت بغداد أنظف عاصمة بغداد، أنا هنا من السبعين والله العظيم صحيح. باوع زمان ببغداد ما كنت تلقاه هذا، هذا كله ما تلقاه. هسه هنا على الرصيف واقفين، تريد تمشي ما تقدر تمشي على الرصيف، تنزل بوسط الشارع السيارة تريد تضربك. يعني رجل مصر. أنا مو مصر، أنا واخد الجنسية من أيام حسن البكري من السبعين. حسن البكري، أحمد حسن البكري أنضف واحد شفته ببغداد، بغداد أنضف، بغداد عاصمة. المحافظات كانت نظيفة، هسا تروح المحافظات العالم تجاوز، اللي بنيله بيت في وسط الشارع، اللي بنيله اللي داخل متجاوز على بيت واحد وقاعد بيه، اللي واخد بيت واحد مختصب وقاعد بيه. هاي العالم ليش ما تخاف الله؟ ليش ماكو خوف الله عند الناس؟ واحد مسوي له بيت بالتجاوز وعنده سيارة أحدث من دلقه ورجله، وعنده بيت مأجره،